قبل موعد هذه رجاء كل واحد اسمه امام اسمه يوقع توقيع ويقول انت امام المحكمه. انطوله قلم انطوله قلم خلي يوقع. اخذ اخذ عمن استاذ عبد حميد محمود حضرتك عن من جيبوا الوكاله. ما اعرف اذا كان مكلف احد يبدو ما مكلف احد. اي هسه احنا وله صلاحيه حق المدافعه وتقديم اللوائح وتقديم الدفاع عنك بعدين نظموا له. نعم تفضل. يعني شو نحكي بها الخمس دقائق او عشر دقائق بعد انتهاء هذه الجلسه المحكمه تنطيكم. نعم. وقت الكافي. نعم. للالتقاء بالمحامي الوكيل والتباحث معها بالشؤون بخصوص الدفاع عنك. الوكالات الموجوده صوره التقرير الطبي مترجمه باللغه. اكو فتشي بالنسبه لك يعني يجيبوا لك مي تشرب مي. فبراير 2008 اي عليه قررت المحكمه تاجيل النظر في هذه الدعوه الى يوم 20/5/20 شهر ايار و أفهم علنا ورفعت الجلسة.